إن شاء الله شركة علماء سوت ميت وحاو سوت ميت بيان علماء سوت جدين أيام بيان كاسو أح وحك موجين أي موجين أيام كحمان شاي كحميهين محاضرة رغوبة غير بريد عضو كحمان شاي كحميهين علماء يوم موقف كي كتاعين عدنت يا يور شركة لبوسة يا إن شاء الله وحنا بيان الشركة حنوها في دولة شغل طائرة ينوها في دولة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم معنده تاريخ بتهاي لما كان يصدق بشكو ويتمناد لما كنت انا يسقال او سبتها وحاشيب سويمي علماء اهل السنه والجماعه لما انتم كنا قبل البنادر مغالده مقدسه علماء وحي سو سهرين بيان كو اذن ويدرين كودكم وجينا يعني محاضرة كذلك دوم تبري لغو بلماي إن يكتعدو قروك الجنالي ريسو وقبان عيو محمد عبد الأمر علمات وحيد صوصة عين بيان كان أو نجمة السلام كو قدر ككوبات هدانا علمات أهل السنة والجماعة وحان تاغير سنة هاي دولة الصومالية لابو وحان كسو ورجينا وحو الباء كهور إمانا يا ديمت إسلام كان يوود الجيركة ومدى الصومالية oo ay ka mid tahay muhaadarada uu qabanayo Maxamed Cabdi Umar oo hore ugu gafay sharafta nabigeena (alayhi salaatu wa salaam) kuna gaalnimo xugmiyey qaar ka mid ah dowladihii dalka Soomaaliya. Qodobka saddexaad waxaan baaqiisa ama bayaankiisa ku raacsanahay Sheekh Cabdulqaadir Soomo oo arrintan hore uga hadlay. Qodobka afaraad baaq aan dirayaan culimadu dowladda Soomaaliya. Waxaan dowladda Soomaaliya ugu baaqaynaa in ay joojiso muxaadaradan maadaama ay dareen xoog leh ka dhex abuurtay bulshada Soomaaliya. Haddii ay joojin waysan, wixii ka dhaca ayada ayaa dusha u rido dowladda Soomaaliya. Qodobka shanaad waa baaq loo dirayo ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. waxay culimadu baaq u dirayaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka iyo weliba dalka dibaddiisa sida culimada diinka, ganacsatada, dhaqanka, haweenka, ururada bulshada, bahda waxbarashada. Waxaa loogu baaqayaa inay kasoo qayb galaan banaanbaxa difaaca nabiga maalinta berri ah oo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 24-ta bisha 2019 kaasoo ka dhici doona garoonka injineer Yariiso X Colis lana xiro dhammaan goobaha waxbarashada masaajidda dugsiyada qur-aanka. Waa qodobkaas waa haddii dowladdu ay jooji weyso muxaadaradaas inay dhacdo. Wabillaahi tawfiiq. waa mahadsan yahay
مركنا وحاسو لوين يا أو ماركتي نوفا فاهمتونا عمري ماشي صوتي من الروينا نسمع الكوري كنا عمرنا شمعات شعب عمان يا حاسو لوين مكان ولا بكرة من ده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وحن نقول لك أغدقنا يا كلمتيك اللي سيئي آية داس ومعنها أن أريد ذلك وحوغا لبا كلمة وفافاهن أن راعين أيو وحاماشا فني علمدي إذا هيد أن وحكبرتي إلهي وحو ليه يا أيها الذين آمنوا الله يا رسول كوي رمايانو لا تدخلوا هجرين بيوتا قولي هجرين غير بيوتكم قوليهن أن أنا أهين حتى تستأنسوا إلى الأمر ويديسان وتسلموا على أهلها إهل كيدنا آسلانتان. إلهي وحو آيات المؤمنين تكبريا قولي قولي هذا أذن أهين إن أذن قلي كرين أذن أمر ويديسان إهل كيدنا مركز أذن سلامين. ودنك الصومالي أنغو غار نويهي عدك السوغلي سوغار أهان وحالك ما مارمان إلم إلي قصوغشو هدي إلهي وحو نغر ريوي قريها دورك إلغا سوغلو إلهي واتو ريوي سبحانه وتعالى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. خير ما قريها دورك إلغا سوغلو خير كوحو يا قريه إليد إلا قصو قلو وده كينا الصوماليا قفك السوقي لا يو وإنو إليد قصو قلا أو قصو قلا سيدة أي مهارتي ددك الصوماليا إيو عقيدة أي هايستان إساقو إلا لنا وحان كسو هرجينا قفك استقو فكرك تفيري إساقو وتربة قري إنو نبرك كسو قلو. سيد عمر كمفضل بزيد قفك استو واحد وقاتا إن سيد عمر الله كرابي نغذي كدي مركو كور هلي داد منكر بيلكو هاي الله كرابي نغذي داد كي منكر كميشكو هاي وحال لعقيا هاي حقو ذي إيبو آذي قريقي منكر ككسو عذي أيو سيد عمر كوكو ليستي إنو تغو كدي منوحو يرهي منكر كي اللي يذي صوش لأي صوش يغواني ذكو هيا فالكي إذنكو قعدة كل جرة داكي منكر كهيي أمير المؤمنين ويكاكر هيلين وحي إلى هذا الأمير المؤمنين ودقيسو أنه وحان كجرنا هل قلت وكلية أذيقنا وحان كجرتا سدح خلط أيات كجرتا هل كخلط وكجرنا وحي تاي منكر كان نربط المامي أو أدنا وحيسو لكن أذيقنا بالخلط كذا نكو فهم سينو وامد كوباد قولي إلهي وحكو أمري قولي آن قولي أهين إن آذان قلين إلا آد أمر ويديستو قرمات أمرنا ويديستي أو آدنا سلامتي وقضبك كوبادو سيد عمرو أن قوهي سنو قضبك اللبات سيد عمر سيء منكر قلتو الإستاغو واتو قولي دبرك كسو قلي مركاسنا وخوقبتي منكر كي وحي بيشي يكو هيين يا مركاس دلئي إلادين عندنا قضبك اللبات أن قوهي سنو وحي إتاي guriya khayr ma asama falna ma dhabarka in laga soo galo waa in irida laga soo galataasna waan kugu haysana mid saddexaad adigu waxi kugu ma soo dagin oo ilaahay inuu toos kula soo hadlay kuma dhihin dadkaas meeshaas munkar ku haya waa kulli meelaha soo xahansatayo tajassusat soo soo bisay soo ma ha wala ishay wala barka wala tajassusu saddexaadna kugu haysana adigana munkar ka dhamaan ilaahay u soo bakeen waxaan wala jeedaa ودن كنا وودن بقول كي وبقول مسلمة عقيدة يسوع أي معروف تهاي أو عدنا أن لقى قرينين مذهب يسوع أي معروف تهاي وحاء آد ونكسن هدي أي دعيسو
in la soo galo si edeb leh in lagu soo galo oo lagu soo galo si waafaqsan diinta islaamka waafaqsan lagu soo galo ayaa lagama maarmaan ah meel kastaba waxay leedahay madhab u gaar ah iyo waxay leedahay dhaqan u gaar ah iyo waxay leedahay maasha allah jazaaka allahu khayran imaamkeena shaafici aan ku soo qatimo markii uu tegay meeshii dadkii joogay yani quruudkii uusan ka jirin ee salaadii subax lagu soo dhaweeyey waxaa macruufa ay culummadu ay wada og yihiin in salaadii subax imaam lagu soo dhaweeyey inuu ka noqdo salaadii subax ee uu ka tegay imaamkeena shaafici quruudkii uu ka tegay markii la su-aalay ee la yidhi maxaad quruudka uga tagtay imaamu shaaficiyo wuxuu yidhi ta'adduban maca saaxiba hada alqabri qabrigaa ninka ku jiraan ka edab qaadanayaa dadka meesha jooga waa dadkiisa madhabkiisa ayay haystaan waxaa lagama maarmaan ah haddii aad waddan soo gelaysana oy lagama maarmaan noqoto inaad ku soo gasho aadaab iyo tarbiyo laakiin hadda waxa aan aad u taabanayna waxay tahay annagu sideedaba nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam waa lama taabtaan wax badanaa idaaxadaha ka maqalnaa salmaan rushdiyaa nabiga u gafay oo saas yidhi iyo hadda waa ka soo sokaysaa nin gafkii uu suubiyey la og yahay ayaa hadda waxaa la rabaa in la soo dhaweeyo muxaadaro iyo wixii qubxi ah oo markaa uu korkeenna ku akhriyo tu aan raalli ka noqonaynana ma aha waa in marka hore qofka wuxuu yahay aan ogaano waan ognahay qofka aflagaadeeya nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam xukunka shareecada ay ka qabto waa la wada ogyahay dadka meesha fadhiyo waa dad culummo ah iska dhaaf ninkii saas yeelay in culummo loo qiree asaga ayaaba xukun kale uu saaran yahayba ilan qofka nabiga aflagaadeeyo xukunka looga baahanya waa la wada ogyahay qof kastoo muslimaa og marka asagaa calaamatu su-aal ay saaran tahayba oo ah nebigu aflagaadeeyey aflagaadadaas xukunkeeda in lagu fuliyo mudan yahayba waana la ogyahay xukunkeeda yaan la isindhatirin ninkaas raalli kama nihi in la soo dhaweeyo iska dhaaf in muxaadaro loo ogolaadee haddii ay dhacdana culummada waddankan uga soo horraysay oo ayaga diinta waddadii loogu talagalay ku yimidoona guriga iridda ka soo galeen waa annaga kuwii hadda daaqadda ka soo galayna waxay rabaan in waddankeennii ay nagula taliyaan caqiido xun raalli ka noqon mayno haddii ay dhacdana waxaan u sheegaynaa annagu waxaan nahay dad indhaleh oo dhagaleh ilaahayna wuxuu na siiyey oo awooda waa leenahay ku raalli noqon mayno nin u gafay oo caayay nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu na soo kor istaago waxuu noo sheegaya ma laha wuxuu sheegaya waa diin la-aantii meelaha uu ka sheegsheegi jiray raalli kuma nihi ha la ogaado iyadoo weliba dowladdeennana aan adeecsannahay oon ogolnahay laakiin waxaan mar kastaba aynan ogolaanaynin qof diinteenna ku tuntay nabigeenna aflagaadeeyey sala allahu calayhi wasalama xataa waddankeenna inuu soo galo ma ahayn haddii ay dhacdayna raalli ku noqon mayna kelimad inuu ka yidhaahdo haddii ay dhacdana wixii ka yimaado waa yacni dad ciddii u ogolaatay ayaa mas-uuliyaddaas dhabarka u ridan doonto waa kelimad culummadeenna aan isku waafaqsannahay ilaahay waxaan ka baryaywaa haddii ay run naga tahay jacaylka iyo ammaanta iyo maxabada nebiga calayhi salaatu wasalaam u fiirso waxaa lagu soo beegay bishii nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam oo intaas aan soo tacdiiminaynay oo aan soo weynaynaynay ayaa waxaa lagu soo beegay nin tanqiisinaaya oo liidaaya oo meel xun oga dhacay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo la rabo kelimad inuu inta ka sheego waa dhulkii annaga inta bisha laga soo bilaabo bilowgeeda ilaa maanta dhulkii aan nebiga aan ku ammaanaynay oo siiradiisii aan kaga hadlaynay ma noocu nabi kartaa nin nebiga tanqiisinaya inuu ka hadlo raalli kuma nihi mana noqon doonno tallaabo ayaanan arrintaas ka qaadaynaa waana midda ay caqiidadeenna farayso intaas qof kastaba ha ogaato wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khayr allah siiyo sheekh maxamed aad ayuu maaragtay muhiimaddii lahaay iyo uu kuga hadlay ilaahay idankiisa markanina waxaan maaragtay ku soo dhawaynayaa sheekh cabdiraxiim sheekh xasan qoryooley mujaahidkii ahlu sunna waljamaaca maaragtay wiilkiisa ayaan ku soo dhawaynaya insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إخوة الكرام، وحان هلكان اسبوع إيماني إن عبر نظرين كان باغنا أجيدين دولتين، وحان عدنين إن كسو هرجين محاضرة أولي محمد عبد أمال ودولتين أيضا مدامين إسمائين تبريال أيضا أنا أكين أهل تاسين أي تهي أهل آدي آد الله وحمد محايا وانا قانا محايا عبد أمال واتا قانا ومدى صماليا ويتا قانا أفلقات هذا نبي أنه بيست عليه الصلاة والسلام وحانا هل كان نقصه بحيي وانا هل كان نقصه وحوي غير نبي أنه نقم عليه الصلاة والسلام نقصان تا يو أفلقات هذا النبي قلنا لو كيست عليه الصلاة والسلام يعني كل يوم كود غيرنا وحنا نجكينا هنا النبي قلنا غير الله محبة يا نجكينا النبي قلنا نقوم عليه الصلاة والسلام نكاس وان النبي قلنا أفلقات ديجي قف كي النبي عايا ما أفلقات ديجي وحي دين تين وقتها وحتى وقت الله يوصل لهين توبدي سوينا تاين ما حلاج جرى لديلو حتى الدنيا وان توبت كينا يا سماري قال كاس حرب إيران عيوان كتب بكير حتى أنه قال بالمين مركا وها بفيه ماشي كشيء أنا معه واحد دين معه هذا الدين تاعنا علم أو جوت الدين تا ومركا وهو رابع الدين تا تبعنا وسيع وقام بدن مركا وحان دولة دينا وش شيء هنا نكاس وانين دمبيلا هذا الدولة مركا غير أي كجت الدين بعد هذا تاعي ونبي محمد نبي قدر هو يعني ولكن هذا النبي نبي نوما أيه النبي هو يعني نكوانين دبيرة حد وقعن وجرى قعن هو قرطوا وهم ضيعي أو ودي شوي تعلم مسيسو هذا يسمى هين نجا ديسو ما خرب نوان ديني وما تسمى عليه وين ديني أهل السنة والجماعة وين دين يأنت النبي محمد جعل عليه الصلاة والسلام هذا يسمى ديان دولة إن ما كان وحوي قعن كذا أي مال مريان أو إن كاس مكة وحوي أي مكة كسر دويان مقالة أو مكة وكلمة محاضرة كجديد أنا قرأ أمد الصومالية يا أنت نم محمد جعل وحان هو باقينا إن مكة لبنا بحه أو ماشى يسوع إيمانه أو نفتا نورنا هرا نفتا لوروي ودوتي أصحاب الكافي وحي كل عيوة قرن إنسان وإله مرام في سقوة ما إنهم فدية آمنوا بربهم وزنهم هدى ما إلهي هاي بعد دين تلو جوت عادي دولة ما ضح وضن كان ما ضح كسر نقطة أي دين تينا جوت عادي وقولت آيات القرآن إلا بيني هك بقول إنت دار يلا أنا وهك عسك ما كمل كمل كم شرف بدين أنا نفتا إن يجي كنا دين تيلا هوا روح رينا دولة دينا وحنا مش هينا إن أنا أيضا إن الله درسناه وان ثاقي سنا بقول كي بقول دولة وان ثاقي سنا وان أي سنا لكن وحى دين دنا وحى وين كاس نبي وقفي إن أي مكة وطن كان كسر دويسه أو مكة وحوي أن أهل تاسو وحي نبايسا كف جيسي إن كف هاري نباني نبايسا أهل تاسو نمد عيسو إن تاسو يان كلمة كسر كما قبيل يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما كان وحنا نصور قبل جبيننا إن شاء الله نصور قبل جبيننا يا شيخ عبد السلام شيخ شريف شيخ محي الدين أيها نصور دويا يا فضل فضل يا فضل الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. إخوة الأعزاء آيات داس قرآن كعه وحينا فريسة مدد كان وناقع إياه سما فالك فريسة وشيغيسين نفتينا لما كتغيسين بيا وكتغيسين وكعمل فريسين وعندو تطلع الكتاب عفلا تعقلون ميالن قرهين إياه محاق دو قدع إلينا إليه سبحانه وتعالى ما هذا عيوب هذا ذلك معروف كفرتين مع إليك معروف كفر بيوت فرتهم إلى أجين ابن عباس يا حتى قرنين وحوي لي الليل إلى أن وعد يا ربع مقوين وأتوي سدح عاير سدح عاير أما يكون عيل شانو هذا وعد ليس ابن عمان سدح عاير حرت المصاص وطيست على أما يكون عيل شان مدى حتى أنا خير وشجع ولا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ذلك بيع معروف كفريسي إليك لما كتريسي وحوك لو فعو شيء أول إيه عن عوك وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه من دون أيوري وحائل فرا إلى أن يحضر بعالمين أن أدخل بأف يا عيدك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون دبك او حق سوء عدم الشيء املود دي سوء عدم الشيء اي قف تحريفي اي شكو بسيط سوء اخا اي قف تقول شيء اي سي او ايضا حتى نمعن كغوصا كموغا اي لالي ما وعدي كرتد دب دم هون استهاجي كرتد كجب حديما لعقيا هاي اي سوء اي قو شيء اي اي سوء جو جو اكسحونت أكسي ترنتها مقام وحال الرب وحاول دلتك مهان جوغو بلد كان الحمد لله رب العالمين مقدوشو جوغو والي يهر يوال والبحش دلتك على رسول الله جمع إليه ملهب شافعيين إليه أشعريين إليه دلتك ما شكا إمامة دلتك عصو روحنا الله مؤقر سعدي صلى الله عليه وسلم ونوشه إن أوضنا إمام المديسة كرالي هيدو إمامنا صلى سليمان يا طلع إمام المديسة كرالي هيد إنو إمامنا صلى الله عليه وسلم عليه السلام إمام المديسة كوين حيطة هو ديلي إلي هدو أمدي وحشك وكسي فرحوم أنت أتفت إلي هدو محاجر قفتا علي التالي وبكتات هذا الوقت دهالي وفاقين وبكت أعلم لو يستعون أي تعليم هذا علي هذا dowladda dadka aan dadkoodu waa ciimahoodu waay uu ugaagu waa loo meeldaya meehad geeyayso iyo shiiqaad u dhiibayso murabbaad u dhigayso kuu tarbiyeyhayo wax u sheegayo waa in loo fiirsado muga annaga waxaan rabnaa dadka xubnihii horeysay say dhaheen in loo fiirsado waati xataa kutub dadka kutubaha ka bilaabay oo axmar baan aan dhalla mahaan kutub muhiimna tacliimka waa tuule كتبك عشيل هو تعمل إلى أن تؤجاه هيسو حال كيسي سوبه حقو تعمل أجل ما أعرف الإنسان إسكا فير فير أفتا أستغلم هيا أحدا أبو يسا وحاق أبدا رأي هنم إلى ملك على قهد موقع دينك ما الله ملد يا دينك الله ملد هذا ربا موقع وحان جعل نهي أن دولتا كرمنا أن كرجي إلى تذكر ديا نهي شعب كوريا نهاي واتاك يسر نهاي واركو الله عنها نغو صعبه تلال الله عنها نغفول يسر وحا أنكر ربنا الدولد وحاوايا يين النور ديبين تدان دين كوريا عارب يين ودين تدان دين كوريا وحي ولا عارب وحي ولا دين دي مكانا وحي ولا تدان عارب يين أنك يين النور ديبين اي وعدي هيا لقيس دينا دين يا تشعب تصعب 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 مقام ta qodobadii oo maahan ka soo baxay
oo ka soo yeeray aan maxamed macallimi annaga dadkii qof ka qoraanahaa culimadu qortay aan ka mid nahay waxaana taageersannahay qodobadii iyo uu ka jeesay sheekh cabdulqaadir soomow uu ka jeesay ayaana taageersana iyadayna saasaan uu bashirkan uu yahay ahlu sunna waljamaaca culimmada ugu wada dhanta wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الخير الله سيو حفلة دينا ماركتوا عن سوقا منينا وحميشة فنيوة علماء أهل السنة والجماعة منا أهل منا قرما وعدد كي كنتي أهاي وأباهولا حفلة أباهولا وهي موغي هذه علماء أهل السنة والجماعة انتان ماهن أهل السنة والجماعة ندل إيا ديود ميشي جوكتا برامج كاسي ويكو حنتهاي وين كنت أغير سنتهاي حفلتنا إن شاء الله وصوقت مرينا وحنو بلنعة إن شاء الله بريتو سنتين ساعة هي ماركتي بريتو ماركتي وحنو بلنعة استانيو كونس حتى الدولة دي جوجي ويسو الحاضرة دي جوجي ويسو هل كاسا دمان تنو بلنعة وحنو نوتو غينا يا شيخ إبران سيدي يا نوتو غينا إن شاء الله إن شاء الله التوفيق الله نوافي ديو خير بشار الله نسيو خاصة أهل السنة والجماعة قر الله كديبو خير بشار الله نسيو نو محمد نمكي ديلا أنا كل وديت ني نو محمد نمكي ديلا أنا كل وديت ني حبيبك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أول لي هاي أول تلاقي تكنيسو لله سلام عليك أيها النبي على الليل هاي يود هو أيها النبي يا وينك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دولة وحق شيئنا رئيس كاين محمد عبد الله فرمايدو رئيس الوزارة حسن على خيره البرلمان كده من أقل وحق شيئنا إسراكيشا أردن وحق شيئنا إن هلقا فيرتلو وكا هلقا فيرتلو nin waka halaga fiirtido nin qol soo diray yahuud lu soo diray anaka manu mano tari hayo anaka yahuud mu'minihi anaka muslimun hay shafiyan hay ee diman ka sana la aliyo hana la neewo dowri lu hafu ko sayna bokol ki bokol wa jahan hay anaka assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh wos wos wos